خلال لقائه أمير الكويت، الرئيس السيسي يؤكد أن أمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مدبول يستعرض جهود جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. والأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن القرار الروسي المتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونسك ولوهانسك في أوكرانيا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان بدولة الكويت. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الكويت في زيارة مهمة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت، كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت، وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامان الوطنيان للدولتين. وعقب مراسم الاستقبال، رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. هذا وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ صباح خالد الصباح أمير الكويت رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، ومؤكدا سيادته تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة. ومن جانبه رحب رئيس الوزراء الكويتي بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على الكويت، مؤكدا على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.
وللمزيد مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن أمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، في أي إطار تضع حضرتك هذه التصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا بالتأكيد طبعا، يعني أولا الزيارة بتاعت في وقت مهم جدا فيها تفاصيل كثيرة وفيها يعني تحولات دولية تحولات إقليمية، في توترات، الدول الكبرى والمؤسسات الكبرى مشغولة بهذه الأزمات المختلفة، وبالتالي فإحنا توقيت الزيارة توقيت مهم، ومصر حريصة طول الوقت على بناء علاقاتها في هذا الأمر. الحقيقة أنه تأكيدات مصر بأنه أمن الخليج العربي جزء من الأمن القومي المصري، ده يعني توجه استراتيجي لا يختلف في أي وقت من الأوقات. العلاقة بين مصر والدولة في الكويت الشقيقة علاقة استراتيجية فعلا في سياقات مختلفة. الرئيس على مدى الفترة اللي فاتت تحركاته المختلفة دوليا وإقليميا بتتعلق بهذه ببناء سياقات بتعاون بشراكة بغيره، عارفين اللي حاصل الأزمة في أوروبا، كل ده ليه انعكاسات اقتصادية وانعكاسات سياسية. من الطبيعي أن يكون هناك موقف عربي موحد وتنسيق دائم يحل المشكلات، يتدخل في مبادرات. وفعلا يعني الإقليم العربي، إقليم الشرق الأوسط، شهد على مدى الفترة اللي فاتت اختلالات مختلفة في القضايا في سوريا، في ليبيا، في العراق، في اليمن، والتأثيرات على أمن الخليج. وعشان كده مصر دائما بتؤكد أن أمن الخليج العربي ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. الكويت بتسمن ده طبعا، وعلاقات الحقيقة مصر والكويت هي يعني علاقات وثيقة وتاريخية رسميا وشعبيا وثقافيا، في تعاون استراتيجي، في تعاون اقتصادي، في دايما تنسيق في المواقف، دعم متبادل من الطرفين، كل التنسيق ده لصالح الشعبين ولصالح كمان المنطقة، وإنه يبقى في مواقف عربية، لأنه الدول العربية ممكن مصر تدفع في هذا السياق إنه الدول العربية من حقها أو من قدرتها إنها تكون قادرة على صياغة مواقف موحدة تجاه القضايا المختلفة، لأنه زي ما احنا بنقول دول الكبرى والمؤسسات الدولية وغيره، دول الكبرى مشغولة بمنافساتها، بصراعات، كل ده بيعمل انعكاسات، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه قدرة على اتخاذ مواقف تدخل في المشكلات المختلفة، التدخل في القضايا المختلفة. يعني كل ده مهم جدا، ومصر طول الوقت تؤكد حرصها على استقرار الكويت وأمنها، وعلى الدول الخليجية المختلفة في مواجهة التحديات، جزء أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. صحيح، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دائما أستاذ أكرم، وكذلك أكد سيادة الرئيس اليوم على التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أيضا، فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي أيضا الممتد بين مصر والكويت. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا في السادسة. وتعد العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى به في تاريخ العلاقات الدولية، بما تتميز به من تفاهم واتفاق حول معظم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها إحدى العلامات الفارقة والمتميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك. أسس واضحة تقوم عليها علاقات مصر الخارجية، من بينها الاحترام المتبادل ومواصلة دعم العلاقات الثنائية أو ذات الإطار الدولي بما يضمن مصالح الدول والشعوب. خصوصية متفردة تتسم بها العلاقات المصرية العربية ولا سيما الخليجية منها، بما فيها العلاقات مع دولة الكويت، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميا في عام 1961، ليبدأ البلدان تنمية علاقتهما بما يتضمنه ذلك من تنسيق سياسي على أعلى المستويات. من منطلق الأخوة والعروبة ترتبط مصر والكويت بعلاقات نموذجية يحتذى بها في العلاقات الدولية،
حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه استقرار الكويت على المستويات كافة. فكانت مصر من أوائل الدول التي هنأت الكويت باستقلالها عام 1961، وصولا إلى التأكيد المتواصل على أهمية أمن دول الخليج ومن بينها دولة الكويت كجزء من الأمن القومي المصري. وفي المقابل تؤكد الكويت دائما دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف والأزمات التي تمر بها، وهو ما اتضح بعد إعلان الوحدة المصرية السورية عام 1958، حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو عام 1967 وفي حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وخلال الفترة الراهنة تشهد العلاقات المصرية الكويتية زخماً كبيراً خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، والتي ازدادت رسوخاً ومتانة في ظل رعاية كبيرة من قيادتي البلدين وتوجيهات بتطويرها نحو آفاق أرحب. إذن ترتبط مصر والكويت بعلاقات نموذجية يحتذى بها في العلاقات الدولية، وتؤكد القاهرة دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه استقرار الكويت. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إن يوم التأسيس يعبر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية قادة وشعبا الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم. أرسل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية التهنئة لرئيس مجلس الشورى السعودية الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المملكة. وأكد رئيس مجلس الشيوخ على الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في مساندة الأمتين العربية والإسلامية ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية وفي خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي لمتابعة موقف المشروعات المنفذة والمرافق والبنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استعرض زكي أبرز أعمال التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في منطقة ميناء العين السخنة لتحويله لأكبر ميناء محوري في منطقة البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة العالمية. أشار زكي إلى جهود جذب الاستثمارات للعمل في المنطقة الاقتصادية مستعرضا عددا من العروض التي تلقتها الهيئة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر من شركات عالمية، كما أشار إلى ما شهده مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات من تسليط للضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية وتنمية النقل والتأمين البحري وسبل دعم تطوير النقل البحري وتمويل الصادرات، فضلا عن دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر، موضحا أن هناك فرصا واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات لا سيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض جهود جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر ووزيرة التخطيط هالة السعيد ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي ومسؤول الجهات المعنية. هذا وقد تابع رئيس الوزراء قوله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء في دراسة هذه العروض تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع إمكانية أن تدخل الدولة كشريك في هذه المشروعات. ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات للجنة الخاصة بدراسة الحوافز الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك تمهيدا لإعلانها وكذا اعتماد نموذج لمذكرات التفاهم التي سوف يتم توقيعها مع الشركات المتقدمة، فضلا عن طرح آلية مشاركة الدولة في هذه المشروعات. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستكمال متابعاته لملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج المرور الميداني لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركز قليوب بمحافظة القليوبية ومركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. كما أكد مدبولي استمرار متابعة ملف حماية الأراضي الزراعية بشكل يومي، مشيرا إلى أن الأحداث الحالية على المستوى العالمي تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية. هذا وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة حصر مختلف حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بها والتنسيق الفوري مع وزيري التموين والزراعة وغيرهما من الوزراء المعنيين لوقف كافة صور الدعم التي يحصل عليها المخالفون. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين إعصار 63 والذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني ويستمر لعدة أيام، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. هذا وقد بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة. وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة. هذا وقد نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي لرجال الجيش الثالث الميداني، مشيراً إلى أن التدريب يعد جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة وباقتدار. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي لدى المواطنين وتعريفهم بالتاريخ العسكري المجيد للقوات المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء لمصر، نظمت القوات المسلحة زيارة لمجموعة من برنامج براعم شباب الجمهورية الجديدة 2030 لبانوراما حرب أكتوبر، وذلك لتوعية النشأ وترسيخا للهوية المصرية. بدأت الزيارة بعرض فيلم بعنوان الصمود والتحدي حول مراحل إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف بعد عام 1967 استعدادا لمعركة النصر. كما شهد وفد فريق البراعم والشباب عرضا عن ملحمة العبور وتجسيد مراحل حرب أكتوبر المجيدة ومفاوضات السلام. من جانبه أعرب رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية لما تبذله من جهود لرفعة شأن الوطن، وأكد أن تلك الزيارة تأتي لحث الشباب على ضرورة تضافر جهود المصريين للدفاع عن بلادهم وصولا لأبناء الجمهورية الجديدة وترسيخ الهوية المصرية عبر التاريخ،
وتأكيدا على دور القوات المسلحة والبطولات التي تم إنجازها وترسيخ الانتماء والتنوير للشارع المصري. يعقد البرلمان العربي غدا الأربعاء أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثالث، وذلك برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وتناقش الجلسة مجمل القضايا والمستجدات على الساحة العربية، وفي مقدمتها نتائج الاجتماعات الخاصة بلجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي والتي عقدت اجتماعا لها يوم الأحد الماضي، فضلا عن مناقشة تطورات الأزمة اليمنية والليبية والمستجدات على الساحة العراقية والصومالية والسودانية. أعلن التحالف العربي تدمير 11 آلية عسكرية لقوة الحوثي في محافظة حجة اليمنية، وذكر التحالف أنه تم تنفيذ 23 عملية استهداف ضد القوات الحوثية خلال ساعات 24، مما أسفر عن تكبد قوات الحوثي خسائر بشرية كبيرة. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إحباط محاولة استهداف أرتال للدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في جنوب البلاد. وقد ذكرت الخلية أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخباراتية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع. وأوضح البيان أنه تم تفكيك إحدى عبوتين في موقعها، وأيضا تفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات. أعلن مجلس النواب العراقي عن أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال مجلس النواب العراقي إنه تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية 59 مرشحا، وقد جرى استبعاد 26 مرشح، مضيفا أن 33 مرشحا استوفوا الشروط الخاصة بالترشح لتولي المنصب المنصوص عليها بموجب القانون. قال الأمين العام للأمم المتحدة العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، قال إن اعتراف روسيا بمنطقتي دونسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا يعد خارقا للقانون الدولي. وخلال مؤتمر صحفي دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روسيا للتراجع وخفض التصعيد والمضي بطريق الدبلوماسية، مضيفا أن الحلف سيزيد من حضوره في أوروبا الشرقية إذا كان ذلك ضروري. التي التحقت بنا بعد عام 97 هذا غير مقبول، فهذا مثل حين مثلا يتحدثون عن درجة أولى أو درجة ثانية لعضوية الناتو، ولكن الذين التحقوا بنا لن نفعل معهم ذلك. إذا لن نساوم بشأن تلك المبادئ، ولكننا مستعدون للدخول في حوار سياسي بشأن العديد من القضايا الأمنية التي هي مهمة لروسيا. السؤال الأخير. الناس في أوروبا وفي العالم يخشون من التداعيات، وكيف تقيمون الوضع الآن؟ هناك خطر حقيقي، ولهذا فإننا كنا نحذر من هذا قبل أشهر، وذلك طبعا ما رأيناه للأسف هو ما كنا قد توقعنا أن يحدث. ولكن من الممكن لروسيا أن تغير طريقها وأن لا تستمر في الحشد العسكري وأن لا تغزو أراضي أوكرانية أخرى. أعتقد بأن علينا أيضا أن ندرك cyber defenses with equipment, different allies provide different types of support. But when it comes to وما زلنا في تداعيات الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا وفقا لاتفاقيات منسك. وأعرب غوتيريش في كلمة ألقاها نيابة عنه المتحدث الرسمي ستيفان دوغاريش عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي والمتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونسك ولوهانسك في أوكرانيا، وأكد كذلك أن قرار الاتحاد الروسي
يعد انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتي دانسك ولوهانسك، واعتبروه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أوكرانيا. من جهتها قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندار توماس جرينفيلد، قالت إن الهجوم على أوكرانيا يمثل هجوما على سيادة كل دولة عضو في الأمم المتحدة. أضافت جرينفيلد بأن الولايات المتحدة ستعتمد إجراءات إضافية لإخضاع روسيا للقانون الدولي. وهم نشروا قوتهم ويطلقوا عليها قوة السلام، وهو غير صحيح. نحن ندرك ماهية تلك القوات، وبهذا الفعل وضع خيارا أمام العالم. يجب أن لا نغض البصر، فالتاريخ علمنا أننا إذا ما قمنا بغض الطرف في مواجهة مثل هذه العداءات سنسلك طريق صعب وخطير. وهناك هجوم على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، هجوم لم يتم استغلاله، هو انتهاك للمبادئ الرئيسية للقانون الدولي. من جهته أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيرينزا أن بلاده منفتحة على الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا، وشدد على ضرورة الدفاع عن المناطق الانفصالية في وجه العدوان الأوكراني على حد وصفه. نحن منفتحون على الدبلوماسية والسعي نحو التوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن السماح بإراقة الدماء في دونيتسك ولوغانسك أمر غير مقبول ولسوء الطالع. دفعنا نحو دور سلبي، أو عفوا الولايات المتحدة وزملاء في الغرب هم الذين طرحوا دور سلبي، عوضا عن إقناع أوكرانيا بتنفيذ اتفاقات مينسك دفعوا بأوكرانيا وكرروا هذا التضليل والتشويه بأن اتفاق مينسك كان وجب أن ينفذ من قبل روسيا، ولكننا نؤكد من جديد أننا لسنا بطرف في هذا الاتفاق. أما المندوب الأوكراني في مجلس الأمن سيرجي كيسليتسا فقد قال إن قرار موسكو ستكون له تداعيات سياسية واقتصادية أيضا، وأضاف أنه طلب تفعيل بعثة الأمن والتعاون في أوكرانيا لمنع أي تصعيد في المستقبل. أوكرانيا تعتبر أن الإجراءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي الاتحاد الروسي مؤخرا انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وذلك بشكل قاطع، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة لمخرجات القرارات التي اتخذتها. الاعتراف بالمناطق المحتلة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك قد تعتبر سحبا أحادي الجانب من روسيا من اتفاقات مينسك، وهو أيضا غض طرف عن ما تم التوصل إليه في صيغة نورماندي، مما يقود من الجهود السلمية لأطر التفاوض الراهنة. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده قد تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا بعد قرار موسكو بالاعتراف باستقلال إقليمين منفصلين في شرق أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس إستونيا أنه رغم التصعيد الروسي إلا أن العديد من الدول الحليفة لأوكرانيا وشعبها وأيضا أوروبا يريدون السلم لا الحرب. وبلا شك هذا التصعيد واسع النطاق، وهذا التدخل من قبل روسيا الاتحادية بلا شك سوف يلقى الرد من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومن كافة الدول التي تدعم، ولا أحد يريد الحرب، لا أحد يريد الحرب من هذه الدول، ولكن هذه الدول وأيضا الشعب في أوكرانيا يريد السلم، وأوروبا تريد السلم. كما عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني مؤتمرا صحفيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال المؤتمر الصحفي أكد بوتين سعي موسكو مع أذربيجان لتحقيق الاستقرار في منطقة بحر قزوين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تعاون في المجال الإنساني بين البلدين،
والآن نتابع جانبا لهذا المؤتمر الصحفي. يكون من طرف كييف حتى نعتبر هذا الوضع مسويا ونعيش بسلام ولكي لا يدور الحديث عن أي نزاعات عسكرية. أعتقد بأنني سوف أقول ذلك وهذا ليس سرا. النقطة الأولى تتمثل في الاعتراف بإرادة أولئك الذين يعيشون في سيباستوبول القرم. لقد كررت ذلك مرارا، وهذه الإرادة ليست أسوأ من إرادة الشعب في كوسوفو، ليس هناك فارق. وأود أن أشدد على أن لا أحد أقنع والناس وحثهم على المشاركة في الاستفتاء الشعبي. يجب أن نحترم هذه الإرادة وهذه الرغبة للسكان. بالطبع الدول الديمقراطية ينبغي أن تعترف بالاستفتاء بالإرادة الشعبية. النقطة الثانية تتمثل، وكما ذكرنا أول مرة، وطبعا هذا موضوع الخلاف مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي. نحن نتعرض لضم أوكرانيا إلى الناتو، وهذا يهدد أمننا، وأنا ذكرت ذلك أكثر من مرة. وفي هذه الظروف نحن ننطلق من الحديث المتكرر في العواصم الغربية، وأفضل الحل لهذه المشكلة حتى يحفظ زملاؤنا وجههم، ولكي يتجنب الطرف الأوكراني الانضمام في الناتو. هذا ثانيا. النقطة الثالثة تتمثل في، وذكرت أنا دائما بأنه يجب حل مشكلة دونباس سلميا عبر المفاوضات وتنفيذ الاتفاقيات المتوصل إليها في مينسك. والنقطة الرابعة تكمن في أنه يمكن أن تنقلب كل الأمور في ثانية واحدة إذا كانت تزود أوكرانيا بالسلاح من قبل العواصم الغربية. وهذه النقطة المهمة تتمثل في أن لا تكون أوكرانيا أو أن لا تتم عسكرتها. هذا هو العنصر المهم الآن وقابل للتنبؤ به، وعلينا أن نرد على ذلك. كل شيء يتغير يوميا كما حدث ذلك أو كما فعل الرئيس الأوكراني السابق والرئيس الأوكراني الحالي. كانت هناك ملاحقات ومحاسبات، وكانت أيضا هناك محاولات لكي يفند الطرف الأوكراني هذه الاتفاقيات المتوصل إليها في مينسك. وبعد ذلك غادر الرئيس الأوكراني السابق إلى باريس أو برلين. أما الآن فيجب علينا أن نحل هذه القضية، وهذا الأمر غير مقبول تماما. هذا بالإضافة. كان هذا مشاهدينا الكرام جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناظره الأذربيجاني. والآن نتابع معا نشرة أخبار الساعة السادسة، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض حزمة من العقوبات على روسيا على خلفية اعترافها بمنطقتي دونسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا. وفي كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني قال جونسون إن العقوبات تشمل 5 بنوك كبرى وثلاثة رجال أعمال بارزين لهم أعمال في المملكة المتحدة، وسيتم تجميد ممتلكاتهم وسيمنعون من السفر إلى المملكة المتحدة، كما ستمنع الجهات البريطانية عقد صفقات معهم.
مشيرا إلى أنه قد تفرض المزيد من العقوبات في حال وقوع الهجوم الروسي الكامل. كما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الدول الأعضاء في مجموعة السبع متحدون فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا لاعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بيربوك عبر الهاتف مع وزراء الخارجية في دول المجموعة لبحث الأزمة في أوكرانيا حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية. وأضافت بيربوك بأن مجموعة السبع سترد بمجموعة شاملة من العقوبات التي كانوا قد أعدوها خلال الأسابيع الماضية والتي يمكنهم تجديدها بدرجة أكبر. مشاهدينا الكرام، نشرة السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها. بريطانيا تنهي العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بكورونا بدءا من الخميس. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان بأن الحجر الإلزامي لمصابي كورونا في بريطانيا سينتهي العمل به الخميس القادم، ليرفع بذلك أحد القيود الرئيسية في بريطانيا لمكافحة الجائحة بعد عامين من تفشي الفيروس. يأتي هذا ضمن خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس. وأضاف أيضا جونسون أن قرار الحجر المنزلي في حال ثبوت الإصابة بالفيروس سوف يبقى ساريا حتى الأول من شهر أبريل المقبل. في إطار استراتيجيته للتعايش مع فيروس كورونا، أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون انتهاء الحجر الإلزامي للمصابين بكورونا في إنجلترا اعتبارا من الخميس المقبل. والمملكة المتحدة التي تعد من أكثر دول العالم تضررا من الجائحة مع تسجيل أكثر من 160 ألف حالة وفاة، كانت بين أولى البلدان التي عادت إلى الحياة الطبيعية كما كانت قبل الجائحة، مستندة إلى مستوى تلقيح عال. خلال كلمته أمام البرلمان، قال جونسون إن بلاده لديها مستويات كافية من المناعة للانتقال من حماية الأفراد من خلال تدخل الحكومة إلى مقاربة تقوم على اللقاحات والعلاجات باعتبارها خط الدفاع الأول، مشيرا إلى الكلفة العالية على الاقتصاد البريطاني من جراء تلك القيود. ومع ذلك ستبقى توصية ملازمة المنزل في حال ثبتت الإصابة سارية حتى الأول من أبريل، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إلغاء الفحص المجاني باستثناء كبار السن أو الضعفاء بسبب كلفته المالية الكبيرة. لكن رئيس الحكومة تعهد في الوقت نفسه بمواصلة تقديم اختبارات مجانية للفئات العمرية الأكبر والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وسيتم تقديم الجرعة المنشطة الرابعة اعتبارا من فصل الربيع القادم بعد نحو 6 أشهر من الجرعة الثالثة بعد توصيات اللجنة المشتركة للتطعيم. أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 99573 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد. وأضافت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2,157,734 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7,508 حالات وفاة، وشهدت حالات إصابة بكورونا زيادة حادة في الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب انتشار أوميكرون في جميع أنحاء البلاد، حيث تضاعفت الحصيلة اليومية تقريبا في غضون أسبوع واحد فقط.
أدى تساقط الثلوج بغزارة في محافظة هوكايدو الواقع في أقصى شمال اليابان إلى إلغاء 202 رحلة من الطيران الداخلي والخارجي. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية بأن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 64 رحلة، فيما ألغت خطوط أول نيبون الجوية 61 رحلة، بما في ذلك الرحلات بين مطار نيو شيتوس ومطار هانيدا في طوكيو، مشيرة إلى أنه من بين الرحلات التي تم إلغاؤها رحلات طيران ANA التي كانت تربط هوكايدو وأوساكا. أعلن مسؤولون برازيليون ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في مدينة بيتروبوليس البرازيلية إلى 176 شخصا من بينهم 29 طفلا. من جانبها ذكرت الشرطة البرازيلية أن 112 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين بين الأنقاض التي خلفتها أمطار غزيرة الأسبوع الماضي. قال منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سوهاج شريف ماهر أبو السحلي، قال إن المبادرة سوف تمنح عددا من الوحدات السكنية ضمن مبادرة تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى مبادرة سكن كريم، لما يزيد عن 16,000 أسرة في 7 مراكز بالمحافظة. وأشار منسق عام حياة كريمة بسوهاج بأن نسب التنفيذ في معظم المشروعات متوافقة مع المخطط الزمني، وأن هناك 30 مجمع خدمي بالإضافة إلى 30 مجمعا زراعيا قارب أن تدخل الخدمة. محافظة سوهاج من أكبر المحافظات الموجودة في مبادرة حياة كريمة، عندنا 7 مراكز 180 قرية، بالإضافة لكمية المشروعات الموجودة اللي هي كانت محرومة بالفعل من الخدمات الموجودة في محافظة سوهاج. عندنا في محافظة سوهاج أكثر من 30 مجمع خدمي و30 مجمع زراعي، نسب التنفيذ فيهم أكثر من 95%، بالإضافة إلى سكن كريم حصر أكثر من 16,000 أسرة في مبادرة حياة كريمة في 7 مراكز، بالإضافة ل 102 عمارات سكنية و102 حظيرة للأهالينا في 7 مراكز. أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية النصر التابعة لإدارة سفاجة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم توقيع كشف وصرف العلاج ل 69 حالة بمختلف التخصصات الطبية، ومنها إجراء 19 فحصا معمليا وإجراء 11 سونار وأشعة. تم 15 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. وصلت أجهزة وزارة الداخلية تصديها لكافة الجرائم التموينية، فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة على مستوى الجمهورية لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. في مواجهتها للسلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة، تحقق أجهزة وزارة الداخلية نجاحات كبيرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 88 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها للأغراض الغذائية بمخزنين ومصنع بالشرقية والمنوفية والإسكندرية. كما استطاعت ضبط قرابة 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة المواطنين بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية والبحيرة. وتمكنت من ضبط نحو 9 أطنان ونصف لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاث ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالمنوفية والجيزة والشرقية وشركة لتعبئة اللحوم المجمدة بالمنوفية. كما نجحت في ضبط قرابة 13 طن سكر وحلاوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع حلاوة بدون ترخيص بالمنوفية.
وضبط 9 أطنان ونصف سكر تموني مدعم مخصص للبطاقات التموينية قام مالك محل بدال تموني بالقليوبية ومالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء. وضبط 400 طن مخللات و32 طن مستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 465 طن دقيق به نقص في الأوزان و122 طن أقماح جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مطحن لإنتاج الدقيق بالسويس، كما تم ضبط أكثر من طن دقيق بلدي بحوزة مالك مطحن غلال بسوهاج بهدف الإتجار به في السوق السوداء. ونجحت في ضبط 42 طن زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالقاهرة. وضبط 10 أطنان أرز وعدس غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية. وضبطت الإدارة أكثر من 20 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالجيزة. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 11 طن مسلي صناعي وزيت طعام مجهولة المصدر بمخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية. وضبط قرابة 25 طن أقماح محلية بحوزة مالك شونة بالغربية بهدف بيعها بالسوق السوداء. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 14 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي بالشرقية والغربية والدقهلية. وضبط قرابة 16 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع منظفات صناعية بدون ترخيص بالجيزة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات والمستشفيات نتيجة لتوقف المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. وشدد المركز على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت في إجراء أكثر من 1,000,000 عملية جراحية مجانا منذ انطلاقها وحتى الآن، مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا، وذلك لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجامعة كوليدج كورك الأيرلندية بشأن منح درجة الماجستير في الثقافات الرقمية في إطار مسار الفنون الرقمية للطلاب الملتحقين بمبادرة بنات مصر الرقمية. وبموجب اتفاق التعاون يحق للطالب الحصول على جميع الخدمات الطلابية المقدمة من جامعة كوليدج كورك الأيرلندية عبر الوسائل الإلكترونية. وقد أكد وزير الاتصالات أن هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كوليدج كورك تمثل إضافة قوية في إطار الشراكات التي عقدتها مبادرة بنات مصر الرقمية للاستفادة من الخبرات العالمية المحترفة والمتنوعة في صقل معارف طلاب المبادرة. عقد وزير الطيران المدني محمد منار اجتماعا موسعا مع وزير النقل السوداني هشام أبو زيد، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني. وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدني حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون في مختلف مجالات النقل الجوي مع دولة السودان، كما ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك وبخاصة في مجالات الصيانة والتدريب والبنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة والشحن الجوي. تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال عددا من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة لمتابعة آليات عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة. كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جهود توعية المواطنين وأصحاب المحل والشركات بحي المطرية وباقي أحياء المنطقة الشرقية حول المنظومة الجديدة والحفاظ على نظافة الشوارع، وجهود فرق التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشباب بمراكز الشباب والطلاب بالمدارس لضمان نجاح المنظومة.
اتفقت وزارة الهجرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج كل من الأسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين أيضا الدارسين بالخارج ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إن الوزارة تلقت عدة طلبات ومقترحات بشأن الوثيقة من المصريين بالخارج، ويتم حاليا تقييم نتائج إصدار هذه الوثيقة وبحث آلية تعزيز انتشارها بين أوساط المصريين بالخارج، خاصة العمالة في منطقة الخليج العربي، والتواصل معهم لحثهم على شرائها وتطبيق كل ما هو مناسب في هذا الصدد. استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن المفلح والوفد المرافق له. شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية الوزارة في ملفات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والتنمية الاجتماعية وتنظيم ممارسة العمل الأهلي. هذا وقد أشارت وزيرة التضامن خلال اللقاء إلى ملف الرعاية البديلة الذي تليه الوزارة اهتماما خاصا في هذه الآونة، لا سيما بأن وزارة التضامن أجرت منذ عدة أيام الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة وما يشمله من مزايا تهدف إلى حماية الأبناء كريمي ومعلومي النسب. والآن مشاهدينا الكرام نتوقف معا وأخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم هبة حسين وأميمة تمام. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. قال وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملا إن الحكومة المصرية أعطت الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية. وأكد وزير البترول خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة أن الغاز المصري يلعب دورا مهما في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة من خلال تصدير الغاز الفائض. وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري غير العادي للمنتدى والذي عقد قبيل القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى في إطار التحضيرات للقمة، قال وزير البترول إن مصر ستستضيف الاجتماع الوزاري للمنتدى هذا العام من أجل دعم التزام الدول المشترك بأهمية الغاز الطبيعي باعتباره الوقود المناسب لتحقيق تحول واقعي للطاقة. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام، حيث حقق معدلات نمو وصلت إلى 8.3% مقارنة ب 2% العام الماضي. وأكدت الوزيرة استمرار حالة عدم اليقين من الاقتصادات العالمية رغم تخفيف القيود في بعض الدول واستمرار تفشي بعض سلالات كورونا عالميا مما يلقي بظلاله على اضطرابات سلاسل الإمداد وما أثر على ارتفاع معدلات التضخم وكذا السياسات النقدية للبنوك المركزية. بنشهد الفترة دي حالة كبيرة من عدم اليقين ما زالت مستمرة منذ ظهور الجائحة والتحورات السلالات المتحورة المختلفة مع بعض الاضطرابات الجيوسياسية اللي بتحصل في المنطقة، كل ده بيؤثر على حالة عدم اليقين الموجودة، أثر على معدلات النمو على مستوى العالم، أثر على أيضا معدلات التضخم نتيجة اضطراب سلاسل الإنتاج، وده اللي بنقول عليه في حالة من التعافي غير متكافئ بيبقى في طلب بعد التعافي الصحي وفي نفس الوقت الانتاج مش كافي، فده بيؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم. صراحه هيكاجي احنا ابتديناه في 2016 والتركيز على
يعني تقوية الاقتصاد المصري، وكمان في ظل جائحة كورونا الحكومة ما استنتش فترة طويلة علشان تتخذ إجراءات معينة لتحسين الوضع الاقتصادي، لا بالعكس في بداية الجائحة كان في يعني رد فعل قوي من الحكومة المصرية لمواجهة تحدي الوباء. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا يشير إلى تحول شاشات مختلف البورصات العالمية إلى اللون الأحمر بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية. وأوضح الرسم توضيحي تسجيل المؤشرات الرئيسية بالبورصات الأمريكية واليابانية والأوروبية تراجعا جماعيا إلى أدنى مستوى، مما دفع بأموال المستثمرين للهروب إلى الملاذات الآمنة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر. وأشار مركز المعلومات إلى أن المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي سيطرت على أسعار النفط التي قفزت لأعلى مستوياتها منذ عام 2014، في حين تباين أداء العملات الرئيسية مع تراجع روبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 15 شهراً. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب. وتراجع رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 11302 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة. وهبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة. قال وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد أشريعان إن عجز الموازنة الكويتية لعام 2021-2022 تراجع بنسبة 67% ليصل إلى 3 مليارات دينار بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي على أن تخطي سعر برميل النفط 100 دولار سوف يشعل المضاربات، واصفا الأسعار الحالية للخام بأنها مبالغ فيها وارتفاعها مرتبط بالتوترات الجيوسياسية. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة وأميمة، إليكم. أشكرك رغدة. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت. وقد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الكويت في زيارة مهمة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان للدولتين.
وعقب مراسم الاستقبال رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. من جانبه أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية الكويتية قيادة وشعبا وأهمية دفعها لآفاق أوسع. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت، والذي رحب بالسيد الرئيس في بلده الثاني الكويت. ثم استكمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المباحثات مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت في قصر بيان. والذي حرص على توديع السيد الرئيس في نهاية زيارته لدولة الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في الكويت عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الساعة 6، والآن نستعرض معا أهم العناوين. خلال لقائه أمير الكويت، الرئيس السيسي يؤكد أن أمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ومدبولي يستعرض جهود جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن القرار الروسي المتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونسك ولوهانسك في أوكرانيا. نهاية نشرة السادسة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. في أمان الله.